السلام عليكم حبايبي، كراكم لاباس؟ الحمد لله. اليوم من مطبخي جبت لكم تحلية كيكة سريعة، تخش في الفرن باردة، والشكل تاعها شباب والطعم تاعها رهيب. المكونات اللي تدخل في هذه الكيكة هي كالآتي: نحتاج للخلطة المكونات التالية: عندنا 2.5 كيسان تاع الحليب، نحطوهم في كاسرونة، نزيدو مع هادو 2.5 كيسان تاع الحليب، عندنا 2 معالق كبار تاع سكر، 3 معالق كبار تاع النشا دقيق الذرة الأبيض، ملعقة كبيرة مملوطة تاع حليب بودرة، وعندنا 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو، وعندنا ساشي تاع سكر فاني. ما بغيتوش ديروا سكر فاني، تقدري ديري قطرات من الفانيلا، هذا اختيار تاعك. بالإضافة إلى هذا نحتاج إلى قطع من البسكوي، أي نوع من البسكوي، أنا خيرت هذا 300 غرام تاع بسكوي. وعندنا بالإضافة إلى هذا عندنا 9 قطع من الشوكولاتة، أي نوع من الشوكولا، وملعقة كبيرة مملوطة من شوكولا التارتيني، وعندنا نصف ملعقة تاع الزبدة كبيرة. علاه درت نصف ملعقة تاع الزبدة؟ لخاطر الشوكولا التارتيني فيها الدهون، نقصت منها الزبدة. ولا ما بغيتيش ديرو شوكولا التارتيني، ديرو 100 غرام تاع الشوكولا مغصو، هذه توزنوا 100 غرام، وديرو ملعقة كبيرة تاع الزبدة، هادو نديروهم في آخر المطاف. ناخدو 2 كيسان حليب ونص، نديرو لهم كاع المكونات اللي ذكرناها، ونخلطو كلش البارد في البارد، كلش نخلطو بارد في البارد بهذا الشكل، ونروحو فوق الغاز ونقعدو نخلطو حتى يعقد. هذه المرحلة. بعد ذلك الخليط تاع لاكريم راه فوق النار مع الخلط المستمر. نجو نلبسو اي اناء، بغا اناء هذا النوعية، بغا اناء تاع الغراتان، اي اناء، بغا مستطيل مربع كيما بغيتي، نلبسوه بهذا الشكل بالبلاستيك، هذا النوع من البلاستيك. نجو هنا، عندنا هدف من هذا التلبس. اذا نقطعوا هذه الجهه، نعاودوا نديروا الجهه الثانيه، باش من بعد كي نجيو نقلبوا البسكوي هذا، الكيك هذا، ما نلقاوش صعوبه. بهذا الشكل نزيدوا طرف منا وطرف منا، باش نقدوا من بعد نغلفوا، نلبسها ونعاودوا نولوا. لبست المول ببلاستيك الغذائي، بعد ذلك نجيبو البسكوي اللي خيرتيه ونصو بهذا الشكل واحد حدا واحد، ونزيدو نديرو القاعدة، نديرو الجوانب ونديرو القاعدة في نفس الوقت بهذا الشكل، والديسا نديرو على برا باش كي نديرو البلاصاج يجي النظرة تاعه شابة. بهذا الشكل ثبتو، نحاول تكون عندنا طبقات مغلقة هكذا كما هاك، ونجو هنايا في القاعدة ونبلعو القاعدة. لبسنا المول بالبسكوي،
نجو بعد ذلك ناخذ هذا البسكوي اللي قلنا عليه في البدايه، نقوم بتفتيته بهذا الشكل فقط، غير تقصير باليد، كسروا غير باليد بهذا الشكل، ماشي تفتيت، لا تقصير باليد فقط كيما بهذا الشكل، غير باليد ديروا كيما هاك ونهرسوا بيدنا ونخلوه على جنب. نروح نجيبو خليط الحليب كيما هاك، ونشوفو الخطوة الموالية اللي غادي نديروها إن شاء الله. كي نشوفو الخليط بدا يعقد قليلا، نجيبو الشوكولا لي مغصو تاع الشوكولا ونديروهم باش يذوبونا بهذا الشكل. بسم الله، مع التحريك هذا كامل كلوش يدنا بالتحريك بهذا الشكل، على نار هادئه هادئه جدا. شوفوا كيعقد، شوفوا يجي شيء رائع جدا. نزيدو معاه نوتيلا، عفوا شوكولا اطاختيني، اي نوع من الشوكولا اطاختيني، نذوبوهم بهذا الشكل مع التحريك المستمر. على نار هادئة جدا باش الشوكولا ما تنحرق، الشوكولا ما تنحرقش بهذا الشكل. نكونو تحصلنا على اروع كريمة درتوها، شوفوا شيء رائع جدا. حيضو الخليط وجد او الكريمة وجدت، غي دير البقبقة الاولى نوقفو منها هي في اخر مرحلة، ناخد قطعة تاع الزبدة نصف ملعقة تاع الزبدة ونضيفوها ونطفو بهذا الشكل ذوبان الكل. الآن نمر للمرحلة الموالية، ذابت الزبدة هيا نأخذ دروك، نجيبه الإناء اللي درنا فيه بسكوي هذا تاع حليب، بسكوي عادي ماشي مشروب، ديروا هذا تقدروا ديروا أي نوع، ونسكبو عليه هذا الخليط بهذا الشكل. ثم نقوم بالخلط بلطف هيك معك هيك بلطف بلطف. بعد ذلك نجو ناخذ هذا الخليط، هذا الخليط ونسكبوه على المول اللي وجدناه مسبقا بهذا الشكل، ناخذوه راه ساخن ونحطوه بلطف في الوسط بهذا الشكل.
نملأ الإناء مع بشكل بطيء. ملأت الكريمة في الإناء، نديرو له كيما هاك باش يجينا مستوي، ثم نأخذ قطعة أخرى ونرصوها بهذا الشكل على السطح. هو كيكون الإناء مربع ولا مستطيل أحسن، مكاش مشكل، حتى هذا نقدرو نخدمو به بشكل عادي. نقلو الزيادة باش يجينا الشكل العادي، ونكملو العملية على السطح. غطيت كاع المساحة العلوية، نجيبو من بعد هذا البلاستيك اللي خليناه على الجوانب ونغلقو بهذا الشكل. نغلقو جيدا وندخلوه الثلاجة لعدة ساعات يبرد، ونوجدو له الكلاصاج اللي غادي نديروه في نهاية العملية. ها كيما راكم تشوفوا، ندخله الى الثلاجة ونعاود نشوفوه النتيجة تاعه بعد عدة ساعات. والان نحضروا صوص الشوكولا اللي غادي نسقو بها هذه الكيكة الباردة. غنحط ناخدو في الطاس تاع البان ميكسر، ناخدو كمية من الحليب بشرط الكاس اللي تستعملو، الكيلة اللي تستعملوها تستعملو بها كاع المكونات. عندكم كيلة تاع حليب، وعندكم 3 ملاعق تاع الكاكاو، وعندنا كيلة ناقصة صبع تاع سكر، وعندنا نصف كيلة تاع زيت بهذا الشكل. وناخدو وناخدو لو بغا تاع الميكسر، ندخلوه الداخل ونبداو بسم الله، نقعدو نحركو حتى نتحصلو على الصوص. نواصلو الخفق، وحنا نخفقو نزيدو له نصف ملعقة تاع شوكولا أطاختيني، نصف ملعقة شوكولا أطاختيني بهذا الشكل، ونزيدو الخفق نتحصلو نتحصلو على أروع صوص شوكولا يمكن تسخاي ليها. صوص شوكولا نسقو بها اي نوع من الكيكات او الديسير، او شوفوا كي دايره، والكميه على حساب نتيا واش راكي باغيه، مادام تكثري مادام تجيك الكميه كبيره. نستناو الكيك يبرد، لاصوص رانا وجدناها، نغطوها ونخلوها كي يكمل كي تبرد تتماسك غاية الكيكة، نجيبوها نقلبوها إن شاء الله ونسكبو عليها هذه الصلصة الخاصة ب أو صلصة الشوكولاتة المميزة. في الى حين وغادي نشوفوا في العمليه الاخيره ان شاء الله. خرجت الكيكه البارده من الثلاجه وجبت صحن وحطيت عليه شباك، والان غادي نقلعوا هذا البلاستيك ونقلبوا ان شاء الله هذه الكيكه ونشوفوا النتيجه. حطينا الشبايك بهذا الشكل ونقلبوا بهذا الشكل. نقوم الان بفتح هذا المول، كما قلت لكم المول ماشي مشروط، هذا نفتحه بسم الله بهذا الشكل ونشوفوا النتيجه. دروك راني ندي مولي في الكيك، نقلعو بلاستيك
حصلنا على هذه النتيجة الرائعة. نجيبو لاصوص تاع الشوكولا اللي وجدناها هذه، ونقوم بسكبها بهذا الشكل. الكمية تاع الصوص كيما بغيتو، كاين اللي يبغو بزاف، كاين المهم تغطي لي الكيكة بهذا الشكل. شيء رائع. نتحصلوا على تحلية رائعة بهذا الشكل. نلبسوا قدر الإمكان كاع المناطق. نخلوها قليلا واحد 5 دقائق ان شاء الله. نقطع لكم قطعة ونشوفوها بعد التقطيع. غادي نقطعوا قطعة ونشوفوا النتيجة من الداخل ان شاء الله. قطعنا مرسوم هذا الشكل، والنتيجة كما راكم تشوفوا الشوكولا سيل الجوانب، نتيجة رائعة. قطعت مرسوم، شوفوا النظرة كي جات، كيكة لذيذة جدا في المذاق وفي في الشكل. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. ما تنساونيش باللايك ودعم قناتي من فضلكم، والى رسالة واحدة اخرى. نتمنى لكم ان شاء الله شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.